الإقراض في اللغة أصله من القرض وهو القص، قرضت الثوب بالمقراض قصصته، ومن اللباس ومن أي شيء حسي أو معنوي. لماذا؟ لأنك هنا تقرض بمعنى تقص شيئا من مالك تنقصه لتتصدق به، وهو في الواقع ليس نقصا وإنما كمال، لكنه في ظاهره قد يكون نقص. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها أو خديجة في الصدقة، ماذا أبقيت منها؟ قالت ما أبقيت منها إلا ثلثها، قال لا تصدقت بها كلها، وما أبقيت إلا أقلها. فمعنى أنه الإنسان حينما يأخذ شيئا ينقصه ويقرضه من ماله فهو الأوفى والأكمل والأوفر له في ميزان حسناته وعند الله عز وجل. هذا أصل الإقراض في اللغة، وفي الإصطلاح أو الشرع معناه إعطاء العين، إعطاء العين. والعين إذا جاءت هنا يعني الشيء المعين، سواء كان حسيا أو معنويا، إعطاء العين على وجه يطلب بداله، على وجه يطلب بداله، إما أن يكون مالا وإما أن يكون عينا، كسيارة أو بيت أو كتاب أو أي شيء من الأمتعة وما يسمى عينا. إعطاء الشيء على وجه يطلب بدله، هذا هو القرض. يجيك واحد بيتزوج يبي يبني بيت ويقول لك اقرضني 100,000 50,000 أقل أكثر فتعطيه، وورد وهذا من القرض أيضا للثواب وطلب الأجر من الله عز وجل. وورد أن من أقرض مسلما قرضين فهو كصدقة مرة، وهذا أيضا من الترغيب. ويكفي أن الإنسان يخلص في قرضه في نفع أخيه فيكسب الثواب ويأجره الله عز وجل على هذا، وهو يحسن إلى نفسه وإلى أخيه وسيرد له ماله. ولهذا فرصة القروض الحسنة في الأعمال الخيرية، قد لا يكون الإنسان مستطيعا أنه يبذل، لكنه يقول ممكن أن أقرض لمدة سنة سنتين ثم يعود لي رأس مالي، وهو في مجال الإنفاق في سبيل الله مخلوف ومضاعف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. آيات الإنفاق في سور القرآن وفي سورة البقرة وغيرها كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني الريال يقرض الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، الريال 7 أريل، والسبعة أريل 700،
إلى 7000، إلى 7 ملايين، إلى 7 مليارات، إلى 7 تريليونات، وهكذا. فهذا فضل الله يؤتيه من، والله فوق ذلك يضاعف لمن يشاء، والله واسع. شوف كيف السعة، يعني لا تبخلون، وسعوا على أنفسكم فيوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة. عليم، عليم بنواياكم وصدقكم وإخلاصكم وقلوبكم. هذا معنى الإقرار.